يقول العبد في بدء الأمالي لتوحيد بنظم كاللآلي. إله الخلق مولانا قديم وموصوف بأوصاف الكمال. هو الحي المدبر كل أمر، هو الحق المقدر ذو الجلال. مريد الخير والشر القبيح، ولكن ليس يرضى بالمحال. صفات الله ليست عين ذات، ولا غيرا سواه ذا انفصال. صفات الذات والأفعال طرا، قديمات مصونات الزوال. نسمي الله شيئا لا كالأشياء، وذاتا عن جهات الست خالي. وليس الاسم غيرا للمسمى، لدى أهل البصيرة خير آلي. وما إن جوهر ربي وجسم، ولا كل وبعض ذو اشتمال. وفي الأذهان حق كون جزء، بلا وصف التجزي يبنى خالي. وما القرآن مخلوقا تعالى، كلام الرب عن جنس المقال. ورب العرش فوق العرش، لكن بلا وصف التمكن واتصال. وما التشبيه للرحمن وجها، فصنعا ذاك أصناف الأهالي. ولا يمضي على الديان وقت، وأحوال وأزمان بحالي. ومستغنم إلهي عن نساء وأولاد إناث أو رجال. كذا عن كل ذي عون ونصر، تفرد ذو الجلال وذو المعالي. يميت الخلق قهرا ثم يحيي، فيجزيهم على وفق الخصال. لأهل الخير جنات ونعما، وللكفار أدراك النكال. ولا يفنى الجحيم ولا الجنان، ولا أهلوهما أهل انتقال. يراه المؤمنون بغير كيف وإدراك وضرب من مثال. فيمسون النعيم إذا رأوه، فيا خسران أهل الاعتزال. وما إن فعل أصلح ذو افتراض، على الهادي المقدس ذي التعالي. وفرض لازم تصديق رسل، وأملاك كرام بالنوالي. وختم الرسل بالصدر المعلى، نبي هاشمي ذو جمال. إمام الأنبياء بلا اختلاف، وتاج الأصفياء بلا اختلال. وباق شرعه في كل وقت، إلى يوم القيامة وارتحال. وحق الأمر معراج وصدق، ففيه نص أخبار عوالي. وإن الأنبياء لفي أمان، عن العصيان عمدا وانعزال. وما كانت نبيا قط أنثى، ولا عبد وشخص ذو افتعال. وذو القرنين لم يعرف نبيا، كذا لقمان فاحذر عن جدالي. وعيسى سوف يأتي ثم يتوي، لدجال شقي ذي خبالي. كرامات الولي بدار دنيا، لها كون فهم أهل النوالي. ولم يفضل ولي قط دهرا،
نبيا أو رسولا في امتحان، وللصديق رجحان جلي على الأصحاب من غير احتمال، وللفاروق رجحان وفضل على عثمان ذي النورين عالي، وذو النورين حقا كان خيرا من الكرار في صف القتال، وللكرار فضل بعد هذا على الأغيار قرا لا تبالي، وللصديقة الرجحان فاعلم على الزهراء في بعض الخصال، ولم يلعن يزيدا بعد موت سوى المكثار في الإغراء غالي، وإيمان المقلد ذو اعتبار بأنواع الدلائل كالنصال، وما عذر لذي عقل بجهل بخلاق الأسافر والأعالي، وما إيمان شخص حال يأس بمقبول لفقد الامتثال، وما أفعال خير في حساب من الإيمان مفروض الوصال، ولا يقضى بكفر وارتداد بعهر أو بقتل واختزال، ومن ينوي ارتدادا بعد دهر يصر عن دين حق ذا انسلال، ولفظ الكفر من غير اعتقاد بطوع رد دين بارتفال، ولا يحكم بكفر حال سكر بما يهدي ويلغو بارتجال، وما المعدوم مرئيا وشيئا لفقه لا حفي من الهلال، وغيران المكون لا كشيء مع التكوين خذه لاكتحال، وإن السحت رزق مثل حل وإن يكره مقالي كل قالي، ودنيا ما حديث والهيولى عديم الكون فاسمع باجتذال، وللجنات والنيران كون عليها مر أحوال خوالي، وللدعوات تأثير بليغ وقد ينفيه أصحاب الضلال، وفي الأجداث عن توحيد ربي سيبلى كل شخص بالسؤال، وللكفار والفساق يقضى عذاب القبر من شر الفعال، حساب الناس بعد البعث حق فكونوا بالتحرز عن وبال، ويعطى الكتب بعض النحو يمنى وبعض النحو ظهر والشمال، وحق وزن أعمال وجري على متن الصراط بلا اهتبال، ومرجو شفاعة أهل خير لأصحاب الكبائر كالجبال، وذو الإيمان لا يبقى مقيما بشؤم الذنب في دار اشتعال، دخول الناس في الجنات فضل من الرحمن يا أهل الأمال، لقد ألبست للتوحيد نظما بديع الشكل كالسحر الحلال، يسلي القلب كالبشرى بروح ويحيي الروح كالماء الزلال، فخوضوا فيه حفظا واعتقادا تنالوا حسن أصناف المنال، وكونوا عون هذا العبد دهرا بذكر الخير في حال ابتهال، لعل الله يعفوه بفضل ويعطيه السعادة في المآل،
وإني الدهر أدعو كل وقت لمن بالخير يوما قد دعاني.